هذا العجاله ديال هذا البرنامج وكيف هذا الحل غادي يشمل كاع القرى وسيرتو العالم الخرابي. وبيئية بالإضافة إلى قدرتي على تفعيل الشراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتشجيع الاستثمار. المرحلة اللي وصلنا لها هي المرحلة هي تشخيص الخارجي والداخلي. دونك في البداية كنرحبوا بكم وكنشكركم على الزيارة لجامعة تازوتا بإقليم صفرو. حنا جد سعداء نتكلموا على الجامعة ديال تازوتا. دونك في البداية أنا سعيد كمال ولد يعني زيادة وتربية بجامعة تازوتا والدراسة بجامعة تازوتا والدراسة الثانوية بصفرو والعالي بفاس ثم بالخارج بفرنسا. يعني أنا كان درت جميع المهن في التعليم، أستاذ التعليم الثاني التعليم الثانوي، أستاذ مساعد، أستاذ التعليم العالي إلى غير ذلك. دكتور دولة، آخر دبلوم هو دكتور دولة. وكنت بالخصوص كنعمل في العمل الجمعوي يعني منذ 20 سنة، وأول جمعية يمكن كنقول ثاني جمعية في الأطلس المتوسط اللي تنشأت في تازوتا جمعية تموت، هي جمعية ثقافية تنموية يعني اللي كتدير جميع الأنشطة. وكنت في عدة جمعيات وطنية ودولية، وآخرها كنت رئيس جمعية سكان جبال العالم فرع المغرب اللي عطتني واحد تجربة كبيرة لأنه سمحت لي ندوز في جميع الجبال وفي الطواوير وتما لمست الهشاشة اللي كيعرفها كتعرفها البادية المغربية، وعرفنا المقاربة التنموية واستفدنا حتى من الزيارات اللي درناهم في الخارج في الجبال الخارج بالخصوص فرنسا وإيطاليا وسويسرا. وشاءت الأقدار أنه كانت السياسة كاع ما كانوش ندخلوا لها، ولكن شاءت الأقدار بالدافع للساكنة المحلية أنني ندخل غمار السياسة، وهكا جات كصدفة أنه ندخل في السياسة باش ننمي ولادنا بهذه الخلفية، يعني خلفيات تنموية خصوصيا أكثر ما هي سياسية. الجماعة أولا خدمنا بواحد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني منذ البداية. دأبنا على الاجتماع مع المجتمع المدني كل 6 شهور لتقديم الحصيلة والمشاورة فيما البرامج التي تنوي الجماعة يعني إنجازها في المستقبل. يعني كانت إيجابية لأنه يعطينا واحد حتى اقتراحات من المجتمع المدني اللي كتكون دائما صائبة. دونك هذا اللي جعلنا أنه نمشي بخطى ثابتة فيما يخص التنمية ديال الجامعة ديال تازوتا. وكاين حتى مقاربة شمولية، يعني أنه ما عطيناش غير الاهتمام لواحد المجال، حاولت من البداية أنه نهتم بجميع، لأنه باش تكون تنمية شاملة في جميع، ما هو البنية التحتية، ما هو اجتماعي، ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو صحي، ما هو بيئي، يعني حاولنا أنه في نفس الوقت نهتم بهذه المشاكل كلها. فيما يخص البنية التحتية كاين مثلا المشاريع الكبرى، توسيع شبكة الكهرباء بمركز تازوتا، يمكننا نقول لك دابا وصلنا 99% هنا في المركز. توسيع شبكة الكهرباء بدوار تاغشت فهو في طور الإنجاز. توسيع شبكة الكهرباء بدوار تانوت أيتبوه في واحد الدوار هامشي. توسيع شبكة المياه الصالح للشرب بكل من دوار بسابيس، دوار تفاحات، دوار عيد شعيب، ودوار حوير بوزات اللي هو في طور الانجاز. يعني يمكننا نقول لك حتى الماء دابا وصلنا وعندنا واحد المشروع كبير
ان شاء الله غادي ننجزوا في الاسابيع المقبله في دوار عيشون، وبهذه المشاريع نكون وصلنا تقريبا واحد 97% فيما يخص المياه الصالح للشرب في الدواوير. يعني ما غاديش نقول كاين دواوير اللي مازال فيها مشكل ديور بعاد ولا ديور يعني اللي كاين اكراهات توبوغرافيه ولا شي حاجه بحال هذا القبيل. درنا بناء خزان ماء الريبي دوار بوزرع، بناء عين غبال، بناء في طور انجاز 3.5 كيلومتر من السواقي للري، لانه اعطينا الاهميه للمشكل الفلاحي، لانه راك تعرف الري كيساعد على التنميه الفلاحيه، وحاولنا نطوروا هذه المساله هذه. ترميم عين الزراب في دوار التفاحات، استكمال فتح مسلك تاغشت اللي هو طور الانجاز، تزويد ما يزيد عن 70 عائله بالالواح الشمسيه اللي ما قدرناش نربطوهم مع الشبكه ديال الكهربائيه. لو فيما يخص البيئه كان عندنا مشكل كبير هنا ديال النفايات، كان النفايات ما كيتجمعش، يعني الناس كيلوحوا النفايات كندوزو في الزنقه كيلقاو مشكل كبير ديال النفايات. يعني حاولنا اقتنينا واحد السياره اللي غنحل النفايات، ودرنا لك الاكياس فين يحطوا الناس، والحمد لله دابا راه بدينا تقريبا هذه سنه ونصف اللي بدينا كنجمعوا النفايات المنزليه، ودرنا واحد المطرح اللي هو لحد الان مازال بدائي، خصنا عاد نطوروا ان شاء الله نديروا له السياج. درنا حملات تنظيفيه، درنا لقاءات جمعويه للتحسيس بالتعبئه، درنا حملات النظافه والاجراءات الوقائيه لمحاربه الافات ديال كاميرات الزيكا والكوليرا. يعني هاد فيما يخص الرياضه، اول حاجه حنا قمنا به هو فتح دار الشباب، لان كان نادي نسوي واتصلنا بالوزاره واستجبت الطلب ديالنا ورديناه دار الشباب، واستطعنا توفر لنا الوزاره التجهيز الكامل، نفس التجهيز اللي عندنا هنا بحال التجهيز اللي كاين في دور الشباب في المدن. وخصنا واحد الارض للعب كره القدم، ودعمنا جمعيه دار الشباب لانه باش يمكن لهم يديروا الانشطه، كان دعمهم ماديا. اختينا ارض لملعب القرب، لان راه عندنا مشروع ديال ملعب القرب بشراكه مع مجلس الجهه، دونك خصنا نوفروا الوعاء العقاري، دونك رحنا في اطار الاقتناء ديال هذا الوعاء العقاري. والجهه راه بدات الدراسه ديالها التقنيه، ورحنا في نفس الوقت في اطار اقتناء ارض لملعب كره القدم، لان كاين ملعب القرب لانه كيكون ملعب صغير، ولكن مادام عندنا هنا فرقه ديال كره القدم اللي كدير دوري مع الدواوير المجاوره ولا مع المناطق المجاوره، دونك خصنا نوفروا لهم ملعب في المستوى. وفي نفس الوقت باش نبنيو واحد المسبح للترفيه للشباب ان شاء الله. فيما يخص السياحه، طلبنا كاين واحد مشروع كوريدور دارته الدوله الوزاره، يعني داروه في ثلاثه ديال الجامعات كنظن، اربعه ديال الجامعات، الجامعه ديالنا ما كانتش داخله، درنا طلب وترافعنا، والحمد لله راه دابا دخلنا في هذا الاطار ديال الكوريدور اللي غادي الجماعه غتستافد من هذا المشروع هذا. وفي نفس الوقت رحنا درنا طلب لمجلس الجهه باش تعطينا باش لشراء واحد المحطه ترايل مع واحد الكلوب، واحد النادي فرنسي هو الجري الجبلي اللي عندهم تقريبا 100,000 منخرط. يعني كنتمناو انه الى دخلنا في هذا النادي انه بامكان السياح يبقى يجيو، لان كيدخلونا في لو سيركوي ديالهم، كيدخلونا في الوثائق ديالهم، كيدخلونا في الانتر في لو سيت ديالهم، يعني كيعرفوا بنا مع المنخرطين ديالهم. وراه عاد اسسنا ونزلنا واحد الدراسه ديال هاد المحطه ديال الطريق، راه تنجزات واحد الكتب الدراسات. وراه اسسنا واحد الجمعيه ديال التنميه السياحيه بالمنطقه اللي درنا فيها بالخصوص المنعشين السياحيين، وطلبنا واحد حدا سد مداز واحد البقعه ارضيه ديال 4 هكتارات اللي بغينا نديروا فيها واحد المنتجع سياحي، مخيم، ونديروا واحد المأوى، ونديروا مقاهي، ونديروا يعني اللي يكون قريب
يعني الواحد اللي يجي للسد يلقى فين يجلس، يلقى فين يبات، يلقى فين ولا مخيم الاطفال ولا، يعني رحنا غاديين في هذا في هذا في هذا في هذا الاطار هذا ان شاء الله. بالنسبه للمسالك، قمنا بترميمها على الاقل في البدايه بالتعاون مع جمعيه مع مجموعه الجامعات، مع مجموعه الجامعات اللي حنا مجموعه تقريبا ما يزيد على 10 المسالك اللي درنا الترميم ديالهم، درنا لهم الترميم ديالهم في انتظار انه يكون البناء ديالهم. راه برمجنا دابا يعني درنا الدراسه للتقريب ان 3 المسالك اللي تنجزوا وغادي تزفت في المستقبل ان شاء الله، وعندنا مسالك اخرى راه حنا في اطار الدراسه ديالهم باش نقلبوا على التمويل ديالهم للجهه والمجلس الاقليمي. كاين ما هو ثقافي، يعني دعم الجمعيه الثقافيه اللي كدير الانشطه يعني خلال السنه، والجامعه ساهمت في تاسيس واحد المهرجان دولي اللي هو مهرجان فنون الجبال، مهرجان فنون الجبال اللي دارت الدوره ديال الثالثه والرابعه في هنايا، ورحنا ان شاء الله غادي نستمروا في هذا الباب. وكنديروا الاحتفال براس السنه الامازيغيه كل سنه اللي كتجتمع عليه المجموعه الجمعيات، يعني باش كنخلقوا واحد الجو ثقافي. وكاين المساهمه في الانشطه المدرسيه، لان المدرسه كيديروا شي انشطه حنا كنساهموا معاهم. وهذا اما فيما يخص الانشطه الاجتماعيه، تم فتح دار الطالب، دونك يعني كتعوي الان تقريبا شي 40 تلميذ، وكاين سيارات النقل بالنسبه للدوائر البعيده، توزيع كل سنه على المساعدات في مدرسه موجات البرد ورمضان، مساهمه في تنظيم الحملات الطبيه، لان تقريبا كل سنه عندنا حملات طبيه وحملات الاعذار الجامعه، يعني لتشجيع المجتمع على ماذا كتدخل معهم، يعني كمساعدات لوجستيكيه اللي كيكون في المساهمه في تاسيس تعاونيات والمساعدات ديالها. يعني منذ وصولنا لهذا المجلس يعني تاسست تقريبا واحد 4 ولا 5 التعاونيات، يعني عندنا مشروع تعاونيات الجبن والحليب، وتمكنا نحصلوا على تمويل لبناء المصنع ديال الجبن، وكذلك الحصول على المعدات من ايطاليا راه توصلنا بها تقريبا هذه واحد 20 يوم، ونتمناو هذه من دابا واحد 15 يوم كنتسناو دوك الايطاليين يجيو باش يخدموا لنا ذاك الماتيريال باش يمكننا نبداو في العمل. كاين تعاونيه تفوشت للعسل تاسات، وتمكنت تاخذ الاعانه المعدات من وزاره المديريه الاقليميه للفلاحه، وراه بدات في العمل، وراه يمكن وجد سعيد انه عيطوا لي عطاوا لي واحد القرعه ديال العسل اللي كيبين حتى هما على الجديه ديالهم وعلى العمل ديالهم. عندنا واحد التعاونيه ديال تضفي الزربي حتى هي راه خدامه مزيان، وعندنا تعاونيه للاعشاب الطبيه اشكال حتى هي راه بدات ان شاء الله نتمنى ولا توقع. عندنا واحد التعاونيه اخرى ديال الكسكس، يعني هادو ان شاء الله كان في المستقبل غادي نحاولوا ندير لهم شي مقر اللي يقدروا يبقاو يتجمعوا فيه ويبيعوا فيه المواد ديالهم. كاين عندنا المشكل ديال الدراسات، لانه باش يمكنك تحصل على التمويل خص تكون عندك الدراسه، الا ما عندكش الدراسه ما يمكنلكش. دونك حنا حاولنا نوفروا هاد الدراسات. كاين بناء طريق مزفته اللي مسلك لسابيس بتخويباي، وكاين فتح لان عندنا واحد الدوار عنده مشكل ديال الطريق، دونك غادي نديروا فتح وبناء الطريق والتصفيت ديالها. يعني هادو راه درنا لهم الدراسات ديالهم، وراه ارسلناهم لمجلس الجهه باش يمكنوا باش نشوفوا التمويل معاهم. انجاز الدراسه المعماريه لبناء سور ودار منزل الحارس لدار الطالب، لان مازال خصها السور الوقائي ودار هذا ان شاء الله احنا في اطار انجاز الدراسه. انجاز دراسه توسيع شبكه الملء الصالح لدوار عيشون،
انجاز الدراسات اللي تهيئت المركز، هذا هو المهم اللي عندنا حنايا بالنسبه للجامعه، هو تهيئه المركز. شنو هو شنو عندنا فيه؟ عندنا هذه الطريق الرئيسيه، التوسيع ديالها والتثنيه ديالها، عندنا توسيع السوق الاسبوعي، عندنا الصرف الصحي، وعندنا طرق دواوير المركز. يعني غتكون تهيئه شامله فيما يخص المركز ان شاء الله. وراه كان دار واحد اللقاء اللي جاوا المصالح الخارجيه وتعطات الموافقه ديالهم على ذاك الاقتراحات، ورحنا بصدد تحيين ذاك هاد الدراسات لانه عطاونا ملاحظات، ورحنا بصدد ان شاء الله غير نساليهم هاد الملاحظات، غادي دار اجتماع اخر باش هاد المشاريع يمكننا نرسلوهم للشركاء اللي حنا حددناهم في هاد اللقاءات هذا. وكاين مختلفات، كاين حل المشكل الانترنت كتخجي في تازوتا، اقتناء خيمه جماعاتيه وتجهيزها، تجهيز اداره الجامعه عندنا تقريبا درنا الكليماتيزر بالنسبه للموظفين باش يخدموا في ظروف مريحه، درنا تجهيز المكاتب، تجهيز بالحواسيب والنسخات، المساهمه في ترميم المدارس المركز وبعض الفرعيات، استعمال الحاسوب بالنسبه للحاله المدنيه، انا كان غير باليد دابا ولا يمكن، الحصول مستقبلا على سياره الاسعاف رباعيه الدفع، لان حنا المشكله عندنا الدواوير بعيده فوق الشتاء ولا فوق هذا كيطرحنا مشكل، عندنا بيع مقر لبناء مقر البريد النزل البريد لبناء مقر جديد، يعني يكون في المستوى اللي هذا، طلب انجاز محطه للطاقه الشمسيه هنا في صفرو على مساحه 2.5 من الهكتار، يعني محطه كبيره اللي غادي يكون الاناره ديال الجامعه كلها، ويمكننا نعطيو الكهرباء حتى الجامعات المجاوره. حنا الطلب راه صيفطنا رسلناه للوزاره وراه هو في اطار الدراسه، دونك كننتظروا الجواب. وراه حنا بصدد التعاقد مع واحد الشركه المانيه اللي غادي تكلف الانجاز ديال هذا المشروع. حنا دخلنا في مشكل عندنا واحد الاراضي المسترجعه على ما يزيد 1000 هكتار، حنا في اطار الترافع باش يمكننا نسترجعها باش نديروا تعاونيات للشباب ويكون نحلوا مشكل البطاله. وطلب ري الاراضي ديال تقريبا ما يزيد على 6000 هكتار عندنا في الجامعه، وعندنا سد مداز اللي في الجامعه، ودابا كنطلبوا باش يمكننا نسقيوا هذه الاراضي بحال هذو اللي كتشوفوا هنا واللي كاين فوق، دونك حتى هذو غادي تحل مشكل البطاله والتنميه في المنطقه. وحنا بصدد عقد شراكه مع المندوبيه المديريه الاقليميه للتربيه والتكوين للمساعده ديالهم على ترميم المدارس ودعم التمدرس بالجامعه. اما فيما يخص المشاريع اللي رحنا مقبلين عليها، عندنا مسلك السؤال داكو. ما هي التي تواجهكم مع الاكراهات الماديه؟ هذا هو الاشكال اللي عندنا، لانه كما شفنا في العرض ديال الاخ اللي دار الدراسه فيما يخص الماليه الجامعه فهي جد هزيله، يعني بذاك الامكانات اللي عندنا حاولنا كما شفتوا، وكاين الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بالخصوص هي اللي كتدعمنا، والحمد لله بهذه الامكانيات البسيطه والترشيد ديالها اللي رحنا يعني درنا هاد الانجازات المهمه في الجامعه، والمزيد ان شاء الله راه مازال جاي في الطريق ان شاء الله. بالنسبه للمحاربه الاميه، يعني لحد الان انه من المفروض انه المجتمع المدني اللي خصو يقوم بهذه المبادره هذه، انا فاش كنت في جمعيه تامونت درت هذه المبادره هذه، لكن ما كاينش الاستمراريه، يعني مع منطقة امازيغيه كيدير لهم محو الاميه بالعربيه، يعني سا باس با، يعني
قليل اللي كيقدر يسير. دونك هذا هو المشكل، يعني لغة الأم ما كايناش باش دار محاربة الأم. وكنتمناو أنه المجتمع المدني ياخذ مبادرة، وحنا مستعدين ندعموه في هذا الإطار هذا. ما هي رؤية المستقبلية للنموذج التنموي الشامل للنموذج الجماعي الترابي التنموي؟ أي تنمية خص بعدا حل المشكل البنية التحتية، لأنه اللي كتاخذ الدوار بعيد ما عندوش الطريق راه مشكل كبير، لا بالنسبة للتندرس لا بالنسبة للفلاحة، لأن الواحد كيدير منتوج فلاحي خصو يهزو يديه للسوق، يعني إلا ما لقاش اللي يهزو له ولا إلا هزو كيهزو بثمن غالي، لأنه وسائل النقل باش تمشي لتما مع الطريق كتكون ماشي هي هذيك. دونك هذا هو اللي كيطرح مشكل، يعني إلا حلينا المشكل ديال المسالك راه غادي نساهموا في التنمية. بطبيعة الحال الكهرباء والماء هذا وكيبقى تثمين الموارد الطبيعية اللي عندنا. شنو هما؟ عندنا الغابة وعندنا الرخام والمياه، عندنا هادو ثلاثة الموارد الطبيعية اللي هي بارزة عندنا في هذا. وتربية المواشي، يعني تربية المواشي خص دعم الفلاح، وحنا بالمرافعة مع المديرية الفلاحة بالمساعدة ديالهم في العلف. لا ورحنا بالنسبة للتشجير، وحنا بصدد واحد المشروع ديال التشجير في إطار المغرب الأخضر هنايا، تقريبا واحد 200 هكتار إن شاء الله في شهر 11 غادي يبدا. عندنا السياحة، حتى هي تنمية السياحة كما قلت لكم قبيلة، راه عندنا مشروع فيما يخص السياحة في المنطقة. تثمين الموارد ديال الغابة، راه أسسنا تعاونية لتثمين الأعشاب الطبية، وطورنا المحميات في المنطقة، لأنه المحميات كيساهموا في الحفاظ على الغابة وعلى الوحيش، وفي نفس الوقت كتعطي دخول للجماعة. دونك هادو هما يعني المسائل اللي خصنا نركزوا عليها. وكره بالخصوص على سد مداز، لأن سد مداز غادي يكون مجال سياحي مجال بيئي، يعني إلا توصلنا ناخذوا المياه باش نسقيوا الأراضي ديالنا غادي يعطي واحد الدفعة قوية التنمية الفلاحية. وإلا عطينا التنمية الفلاحية راه مادام أنه منطقة كترتكز على الفلاحة المعيشية، يعني راه حنا غادي نقفزوا واحد القفزة كبيرة فيما يخص التنمية الفلاحية في المنطقة والتنمية بصفة عامة. ما هي المشاريع المقبلة؟ حنا خصنا المشاريع المقبلة غادي تهيئة المركز اللي حنا بصدد الدراسة ديالو، وكنظن هذا المشكل تقريبا عندنا التمويل ديالو 71%، يعني خصنا غير نكملوا الدراسات ونوافقوا عليها. كاين دار الثقافة ما كايناش، وهذه راه كنا اتصلنا بوزارة الثقافة وعطات الموافقة ديالها، ولكن كيخصنا الوعاء العقاري. دونك راه خصنا نفكوا المشكل الوعاء العقاري، وعطات الموافقه حتى للخزانه الكتب. دونك عندنا مشكل الوعاء العقاري، راه حنا بصراحه المشكل ديالو. كنفكروا نديروا واحد مركز اثنوغرافي وبيئي، لانه مادام كنفكروا في السياحه خصنا نديروا هذا المركز اللي غادي نعرفوا به بالمنطقه وبالمؤهلات ديالها التراثيه الثقافيه والبيئيه، ولا 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 باش يمكن السياح على أقل إلا جاك يمكن عندك ما توري. كاين بناء مدرسة جماعتية، رحنا درنا طلب دوزنا في الدورة ودرنا طلب للمديرية ديال التعليم، وراه كاين الموافقة على أنه إن شاء الله، ولكن خصنا نوفروا الوعاء العقاري، ورحنا بصدد حل هذا المشكل. عندنا بناء ملعب كرة القدم، غادي يكون ملعب ديال القرب إن شاء الله، غادي تنجز بتمويل من جهة ديال فاس مكناس. وعندنا ملعب ديال كرة القدم الكبير، هذاك غادي للجماعة غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نحلوا المشكل. بناء مسبح للترفيه ديال الشباب، بناء حمام لأن عندنا مشكل هنا ما كاينش حمام، عاود هنا خصنا مشكل ديال الأرض. بناء طريق البسابيس السقيف، دونك اللي تمويل من الجهة اللي رحنا صيفطنا لهم فتح بناء طريق السقيف تغشت، بناء طريق مسلك عيشون، وبناء طريق مسلك التفاحات، ترميم مسلك تانوت ايت بوهو، توسيع شبكه الماء الصالح للشرب بكل من البسابيس تفاحات الى غير ذلك.
دونك يعني هذا الشيء اللي يعني هذا اللي اقترحنا انه اللي نديروه في سنه 2019 يعني في القريب العاجل. دونك اما فيما يخص النظره الشموليه راك شفتوا احنا هذا برنامج العمل هو اللي غادي يعطينا واحد 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 النظره استراتيجيه شموليه فيما يخص التنميه بالجامعه الطازجه. احنا كجماعه ترابيه من خلال الخطاب الملكيه اللي كيحط المسؤولين باش يساهموا في التنميه المحليه والجماعه الترابيه في الواجهه، ومن خلال القانون التنظيمي اللي اعطى الصلاحيات للجماعه ديالها التنميه المحليه، يعني احنا حاولنا نكونوا في مستوى هاد الانتظارات ديال صاحب الجلاله وديال المسؤولين وفي انتظارات الساكنه، وحنا كنملوا بجهدنا ليل ونهار والحمد لله، وبالخصوص بالتعاون مع المجتمع المدني اللي كان وهبه في هاد اليوم، وكنشكروا على المساهمه ديالو والعمل ديالو الجاد، وكنتمنى التوفيق للجميع. بشكرا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.